مشاهدينا رجعنا حضراتكم على الهواء مباشرة ومنورنا في الاستوديو الحقيقة الفنانة عايدة غنيم والسيناريست أحمد عاشور. وفي البداية كده برحب بيكم وبقول لكم ألف ألف مبروك بمناسبة طبعا الزواج السعيد. أنا عارفة إن أنتوا لسه يعني زواج حديث بقالكم بس 20 يوم مظبوط كده؟ ألف ألف مبروك. شعر بالظبط. أنا مش بس اكتشفت إن أنتوا نجوم، أنا اكتشفت كمان إن أنتوا مغنيين كويسين جدا. أنا سامعة الأغنية والمشاهدين أكيد سامعينها وكل الاستوديو سامعها وعرفنا كمان إن أنتوا بتغنوا حلو قوي. يعني من خلال الأغنية اللي أنا سمعتها دلوقتي. هي كانت أغنية الفرح بس. ما نطمعش أكتر من كده يعني. ما تدبسناش على هواي سلمى يعني. فكرة مين فيكم بقى نعمل الكليب ده، يعمل الكليب الجميل ده؟ هي عايدة قالت نعمل، كان الأول هنعمل الأغنية واتنين مطربين هم اللي يغنوها. أوكي. تمام؟ فا عايدة كانت صاحبة الفكرة إن إحنا نعمل، إحنا اللي نغنيها. طبعا الملحن وائل ترك اول ما سمع يعني سمع صوتنا قال لا بلاش. بس ده حلو جدا. انا سامع صوتكم حلو جدا. بس في الاستاذ اشرف توفيق اللي هو وزع الاغنيه قال لا انتوا تغنوا، انا انتو تغنوا. مصر. يعني انا فكرت فيها كده، اصل احنا لو جبنا مطربين يغنوها مش هيبقى لها الاحساس بالظبط ان هو يقول لي الكلام اللي عايز يقوله وانا اقول له نفس الكلام يعني. طيب احنا عايزين تبداوا بايه؟ نتكلم الاول عن قصه الحب بدات ازاي انتوا الاثنين، ولا نتكلم عن اعمالكم الفنيه يعني المستوى الشخصي ولا المستوى الفني الاول؟ المستوى الشخصي انا بص انا النهارده انا ملاحظه كمان انتوا لابسين زي بعض، يعني دي ملاحظه على طول على فكره احنا على طول متفقين على كده. لا ساعات بنتفق وساعات بتبقى هي في الاول جت صدفه يعني. اول ما عرفنا بعض جت صدفه، لقينا ان هو مثلا يبقى لابس تيشرت نفس اللون او يعني بنطلون نفس اللون، بعد كده بقينا عملناها بقى على طول في كيمستري بينكم بقى. فهل انتوا بتختاروا لبس بالصدفه يطلع زي بعض؟ طب قولوا لي بقى قصه الحب بدات ازاي؟ عايده قول انت. عايده بقى قولي يا عايده. هي في الاول يعني ما كان احنا كنا في جروب مع بعض، جروب سيد شعراوي والنجوم ده على الواتساب، في مجموعه كبيره من الفنانين يعني، فكنا بنتواصل من خلال الجروب بس مش اكتر، ومفيش اي سابق معرفه، نعرف بس بعض من خلال ان هو كان عامل مفيش اعمال فنيه جمعتكم مع بعض. لا هو كان كاتب الفيلم اللي هو براءة ريا وسكينه، وانا كنت مترشحه للفيلم بس انا ما كنتش اعرفه ولا هو يعرفني، ولا اتقابلنا قبل كده، مجرد اسم بس مطروح ان عايده غنيم ما تشتغل معاك في الفيلم. طب تمام وخلاص يعني. أوكي. اللي جمعنا الجروب بقى يعني اتقابلنا مره كده، الجروب كله كان عامل عزومه يعني، فاتجمعنا واتقابلنا بقى وتاني يوم. واحمد يكمل القصه وبعدين يا احمد. والله هو في الاول اتقابلنا في كان تقريبا حد رفع قضيه على الفيلم وخدت حكم لصالحي قبل ما العيد كده على طول. وخدت حكم لصالحي فاحتفلت انا واصحابي، فطبعا كانوا هم يعتبروا الصحاب الجدد ليا يعني من الجروب، فاحتفلوا بيا كلهم. فبدات هنا بقى صور من الفرح حلو قوي. مظبوط كده. جميله. فبدانا بقى من هنا بنلتقي دايما يعني كجروب، وبدا بقى بدات بقى اللقاءات تتعدد ما بين كنتوا الاثنين بالصدفه. يوم انا قلت ما صريحه فبقول لها انا بحبك، قالت لي وهتكرهني ليه؟ قلت لها نعم. رد دبلوماسي جدا يا عايده. هو فاجئني اصلا انا بحب جدودها اكيد بتكرهني ليه؟ انا طيبه وكويسه. انا عملت لك حاجه وحشه. انا ما قتلتلكش اسيل يعني. انت فاهم الموضوع؟ رد دبلوماسي. اما هو ده رد البنات الطبيعي. يعني بدأنا كده وبعد كده اتفقنا على الخطوبة. حصل قصة الحب بقى. بالظبط. يعني ما خدتوش وقت، انتوا يمكن جوازة يمكن سريعة شوية. لا احنا عرفنا بعض في شهر 5 تقريبا. 5 واتجوزنا في 8. حلو قوي. جميل جدا. حلو قوي. احنا بقى خطفناكوا هنا على طول في الاستوديو بتاعنا هنا في القناه الثانيه. الف الف مبروك عامه. الله يبارك فيك. ويعني احنا فرحانين بيكوا جدا عشان كده النهارده مستضيفينكم. عايده عايزاكي تكلميني بقى ايه فتره الغياب الطويله دي؟ يعني انا ملاحظه ان انت ليكي اعمال جميله الحقيقه، وشفناكي في دور البنت الدلوعه الجميله في الحاج متولي، وشفناكي في ادوار كتيره جدا، وكلنا دايما نسال البنوته دي راحت فين. انا مش السبب على فكره. لا مش انت. لا انت بريء على فكره. بس كده.
عايز اعرف بس قبل ما نبدا بقى نتكلم على لا هو فعلا انا اختفيت فتره بس مش اختفيت بمعنى اختفيت يعني انا اخر حاجه عاملاها كانت تبع القطاع برضو كان هرم الست رئيسه وطير يا طياره دول تبع قطاع الانتاج يعني دول كانوا اخر حاجه عملتهم تقريبا من 3 سنين او حاجه زي كده وبعدين جه حصل ظروف وفاه والدتي الله يرحمها فده خلاني بعدت شويه لاني ما كنتش مؤهله يعني نفسيا ولا اي حاجه للشغل يعني بس بعد كده رجعت عملت مسرح يعني رجعت اشتغلت شويه مسرح هو بدا اللي كان بيعطلني عن التصوير المسرح. لكن لكن دلوقتي الحمد لله يعني بدات يعني بدات الحكايه تمشي شويه لسه كنت مخلصه جراب حواء بس انت كنجمه شابه برضو بتهتمي بالمسرح لان مش كل النجوم الشباب عندهم الرؤيه دي مسرح كان عباره لا انا بعشق المسرح لان انا بدايتي اصلا مسرح يعني انا لما بدات تمثيل واول ما انت درست تمثيل مظبوط لا انا مش درست تمثيل انا بعد كده درست تمثيل انما في البدايه لا خالص انا اكاديميه السادات ودرست وكنت باليه يعني كنت بشتغل يعني مجال تاني في مجال يعني بس في المجال الفني برضو لكن التمثيل جالي صدفة يعني من خلال مسرحية ألاباندا كنت شغالة فيها مع الفرقة الاستعراضية وجي بقى منى عبد الغني لما اعتزلت الفنانة الجميلة طبعا انا عملت الدور مكانها من هنا بقى يعني كانت بدايتي اللي هو المسرح يعني هكلمك عن اعمال كتيرة لسه معنا يعني سي في طويل عريض كده هنتكلم فيه بس اروح لأحمد بقى واحمد ازاي بقى هتكون في براءة رايا وسكينة انت بتعمل فيلم دلوقتي بتكتب براءة رايا وسكينة ازاي بقى هتغير عقولنا احنا كمشاهدين وده تاريخ طويل وشفنا دراما وافلام كتير وحتى مسرحية جميلة رايا وسكينة كانت الفنانة العظيمة سهيل بابلي والفنانة شادية وشفنا اعمال كتير حتى عبلة كامل رايا وسكينة مع الفنانة سمية الخشاب هتغير فكرنا ازاي وهل فعلا انت استندت على ادله بتقول ان رايا وسكينه فعلا عندهم براءه بجد ولا ده من الخيال بس فقط يعني هو الصراحه انا ما كنتش يعني متوقع ان يحصل حجم جدل كده عن الموضوع يعني كنت فاكر الموضوع عادي يعني هو مش عادي خالص ده بالنسبه لنا اتربينا انا ما كنتش اعرف ان هيحصل الجدل ده يعني انا كنت بعمل فيلم سينمائي عايز اعمله ليه وجهه نظر في القضيه لان انا اصلا انا ليا دارس حقوق تمام. ودارس قانون ففاهم القصه كانت ايه هو كنت بعمل فيلم وثائقي الاول لشركه اجنبيه فكانوا عايزين حاجه جديده فعشان اجيب حاجه جديده مش هتفرج على المسلسلات او الافلام وكده هبدا انزل بنفسي اعمل بحث ميداني اشوف ورق القضيه فبدات في شكوك انا شكيت فيها فالشكوك دي عشان احولها لحقيقه قعدت 10 سنين بحث عشان احولها لحقيقه انا شكيت طب ايه الشكوك شكيت اول حاجه انهم كانوا المفروض المفترض يعني اللي هو بيتقال او موجود في ورق القضيه انهم كانوا بيسرقوا يعني بيقتلوا عشان يسرقوا فبيسرقوا مين المفروض انا كنت فاكر انهم بيروحوا السوق ياخدوا الست مليانه ذهب فيقتلوها دي القصه المعتاده اللي كنا عارفينها لا لقيت اللي هم اتقتلوا اصلا كانوا شغالين في بيت رايا وسكينه كانوا شغالين في بيت في الوقت ده كانت الدعاره مرخصه وكانت رايا وسكينه عندهم ترخيص دعاره فلقيت ورق القضيه بيقول انهم كانوا شغالين في البيوت السريه اللي هي من غير ترخيص فلقيت انا جبت ورقه بتثبت ان رايا وسكينه لا كانوا مرخصين بيت في الابراهيميه اللي هو في جنب شزار والبنات اللي اتقتلوا كانوا اصلا شغالين مع رايا وسكينه فازاي صاحبه البيت هتقتل البنت اللي جايه تحسن دخلها يعني هي جايه تحسن دخلها من خلال المهنه دي فازاي والمهنه دي كانت مربحه يعني جدا يعني هما ما كانوش تجار قماش فعلا ولا بيتاجروا مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده مش موجود في ورق القضيه نفسها فدي بدات شكوك يعني بتشككني في القضيه بس لازم احول الشكوك دي الى ادله ملموسه فكان لازم ان انا اقعد البحث الطويل ده والحمد لله انا وصلت لوثائق بتثبت انهم كانوا شغالين مع الالمان ضد الانجليز شغالين مع الالمان ضد الانجليز يعني هما كمان وطنيين مش بس وفي حاجات الناس ما يعرفهاش يعني في حاجات زي ايه مثلا ان اول قاضي مسك القضيه ده تنحى عن القضيه ما حكمش استشعر الحرج تنحى وبعد كده في قاضي تاني مسك اللي هو حكم عليهم كان القضاء ساعتها مختلط عشان برضو احنا القضاء بتاعنا نزيه دلوقتي
اما في العصر اللي فات عصر الانجليز كان الانجليز مسيطرين على حتى بنذكر حادثة دنشواي اتحكم على 4 مصريين بالاعدام ظلما يعني. صحيح صحيح. فلا تعليق على احكام القضاء في ظل الاحتلال الانجليزي. اوكي يعني. هو بس في تليفون ليكوا سريعا كده ناخد مروه من القاهره وبعدين نرجع ماشي. تاني الو الو مساء الخير. مساء النور اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. عايزه اقول الف مبروك للاستاذ عايده. الله يبارك فيك. بجد الكليب جميل جدا جدا جدا. ربنا يخليك. وكانت فكره حلوه قوي ويا ريت نشوفك دايما في ادوار جديده ان شاء الله يا رب. انا بتمنى الاتحاد جميل قوي. ميرسي والف مبروك. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي وكل سنه وانت طيبه وربنا يبارك فيك يا رب. ميرسي يا مروه شكرا على تليفونك. نكمل بقى معلش احمد هي وبعدين بس كمان كان في وكيل اول نيابه الاسكندريه كان كمال عزيز كمال بيك عزيز كان هو اللي ماسك القضيه وحصل حتى يعني الاستاذ صلاح عيسى يمكن كتابه اللي هو رجال رايه وسكينه هو الراجل التائب فعلا في الكتاب ده ومجهود وفر عليا جهد برضو يعني الكتاب يمكن اقرب حاجه للقصه بتاعتي الكتاب بعنوان ايه عشان احنا عايزين نقرا بقى ما هو ده اللي اتعمل منه المسلسل اللي هو مسلسل سيناريو وحوار مصطفى محرم اللي هو مسلسل رايه وسكينه اوكي بس المسلسلات اللي احنا شفناها كان كلها مسلسل واحد مسلسل او اي معالجه دراميه شفناها قبل كده او قرينا حتى كانت مطلعاهم حاجه تانية غير اللي انت ما حضرتك هو كان ذاكر في الكتاب ان في سوء تفاهم حصل هو ما يعرفوش بين النائب العام ووكيل اول نيابه اسكندريه فحصل ان هو تنحى عن القضيه وبعدين جابوا عزت بيه سليمان اللي هو مسك القضيه وبعد كده قدمه من للمحاكمه جميل جميل انت يعني انا بحييك الحقيقه على التفاهم سوء التفاهم ده كان لازم برضو اوصل ايه اللي حصل في الوقت ده برضو اهتمام الوقت ده كان ثوره 1919 واهتمام الملك ان هو يطلب تقرير عن رايه وسكينه وان المندوب السامي البريطاني بنفسه مع النائب العام ينزلوا اسم اللبان عشان جريمة قتل فكان يعني ان التحقيق يبقى سري وان يبقى في مندوب انجليزي ومندوب الماني يعني انجليزي ماشي عشان احنا محتلين من الانجليز ساعتها بس يبقى في مندوب الماني موجود في التحقيق فكان في ملغطات كتير في القصة فكان لازم الشكوك اللي كان عندي كان في الغاز كتير وغموض كتير في القصه عشان بس انا بجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تخطر على بال اي حد جوه الفيلم ان شاء الله ان شاء الله يعني انا بحييك طبعا انت واخد قضيه شائكه الى حد كبير وهتبين لنا الحقيقه فيها وهي طبعا رايه وسكين عايده بقى انا عايزه اكلمك عن ليكي اعمال دراميه جميله جدا العمل اللي كلنا فاكرينه ولا يمكن ننساه الحاج متولي طبعا عايزه اعرف مشاركتك للفنان العظيم الراحل نور الشريف يعني اتعلمتي ايه منه كواليس العمل كانت عامله ازاي يعني عرفينا كده عن نور الشريف الانسان اكتر من احنا مش عارفين في حاجات كتير ما بيبقاش عارفينها في كواليس العمل فيا ريت تعرفينا اتعلمتي منه ايه ويعني خبرتك الشخصيه عنه ازاي هو مبدئيا طبعا الله يرحمه يعني كان يرحمه. استاذ عظيم يعني وانا يعني بدين له بحاجات كتيره قوي يعني اهم حاجه فيها الالتزام يعني اتعلمت منه يعني ايه فنان يعني تخيلي بقى يا سلمى لما يبقى فنان كبير زي الاستاذ نور الله يرحمه وانت تبقي واقفه قدامه كده بيخاف يعني بيحافظ على شكلك اكتر منه او بيهتم بيكي انت باضاءتك بكاميرتك بيهتم بيكي انت اكتر ما بيهتم بنفسه يعني انا كان في مشهد واقفه قدامه فانا في البدايه انا مش فاهمه يعني ايه الكاميرا بتاعتي ويعني ايه الاضاءه بتاعتي انا مش فاهمه انا واقفه كده وبقول الكلمتين اللي انا حافظاهم وخلاص لا 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 استني دي الاضاءه بتاعتك دي الكاميرا بتاعتك خلي بالك تعالي كده هو حتى كان بياخد باله لو هو جاي شويه عليا وانا مش واخده تلاقيه جه كده فاهم عشان اضاءتي تفتكري اول مره اتكلمت فيها قدام الفنان نور الشريف كنت ازاي ساعتها كان دربتي قد ايه والجمله كانت طويله ولا قصيره والموقف كان عامل ازاي كله لا بصي عارفه القطر ايوه عايزه اقول الجمله بسرعه عايزه اقول الكلمتين اللي انا حافظاهم وخلاص تك 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 بقى ليه اهدي وخدي نفسك وما تقلقيش وما تخافيش فده اداني عارفه ثقه شويه وبعدين لقيته بقى هو بيقعد يهزر معانا يعني كنا بجد عيله يعني عائلة الحاج متولي ده ما جاش من فراغ يعني حب الناس للعمل زي ده عشان الناس اللي كانوا في العمل كانوا فعلا حابين بعض فكنا بنقعد مع بعض كنا بناكل مع بعض قعدنا فترة نصور في رمضان كمان يعني كنا خدنا جزء من رمضان بنصور فنفطر مع بعض ونتسحر مع بعض يعني كنا عايشين الحياة بالظبط مع بعض تخيلي كان عندي مشهد معايا كان عندي مسرح الساعة 11 الصبح وكان عندي كاميرا الساعة 2 واول مشهد مع الاستاذ نور وانا رحت متاخر يعني المسرح بتاعي رحت متاخر قد ايه
يعني مش فاكره بس رحت متاخر لقيته هو موجود. فطبعا استاذ محمد النقلي دخل فيا شمال وزعيق وقلت انا عياط يعني كنت لسه بقى صغيره وما بحبش حد يزعق فيا فعياط عياط عياط. فلقيته هو نفسه استاذ نور الله يرحمه جاي بيطبطب عليا وبيبوسني وجايب لي ورده. يعني تخيلي الاحساس وما تزعليش وانا عمال اقول له انا اسفه يا استاذ انا مش قصدي انا اسفه. يقول لي لا خلاص وبس ما يعني خلاص اتعلمي ان بعد كده تبقي ملتزمه بمواعيد عشان الفنان التزام. اكيد الفنان فده اتعلمته منه. جميل. طبعا الله يرحمه. جميل. والفنانه غاد عبد الرازق انت كانت عامله دور والدتك في المسلسل ده صح كده؟ طيب تكلمينا برضو عن كواليس كده العمل مع الفنانه غاد عبد الرازق كان ازاي؟ برضو غاده حد جميل جدا يعني فنانه جميله ودمها خفيف. يعني هي لما كنا عاملين بقى لما كنت اجي مثلا اول ما ادخل الصبح يا مامتي مامتي تقولي مامتي ايه وتطلع تجري ورايا اللي هو مامتي ده قدامي الكلمه دي فعلا في المسلسل كانت على طول مامتي مامتي في المسلسل يا مامتي يا مامتي تطلع تجري ورايا. كنا اصحاب في المسلسل فكانت لا هي لطيفه جدا ودمها خفيف طول ما احنا قاعدين تهزر وتضحك وما فيش اي حاجه خالص. جميل جدا. انت لما بتكلميني على الفنانين دول الحقيقه احنا بنشوفهم في من خلال شاشه التلفزيون طبعا بس ما بنبقاش عارفين الشخصيه الحقيقيه اليوم. فانت لما بتقولي كده الحقيقه بتنقل لنا صوره جميله جدا. يعني ما هو بيبقى الكواليس دي هي اللي بتبين طبيعه الفنان او بتعرفي الانسان لما بتعاشريه. انما على الشاشه بيبين حاجات تانية في ناس ممكن ما تحبيهاش على الشاشه بس لو عرفتيها في الكواليس لا هتحبيها اكتر. صح. اتكلم بقى مع احمد وكتبت حاجه لغاده ولا لسه ما حصلش الموضوع ده؟ لا والله انا يشرفني اكتب لها يعني هي فنانه جميله وعلى فكره يعني الله يرحمه نور الشريف وفي جيل ده انا بسميه الجيل المحترمين يعني أكيد. محمود أكيد. الاستاذ محمود ياسين والاستاذ محمود عبد العزيز في ناس يعني والاستاذ حسين فعلا انا مش عايز انسى اسم هو ده جيل المحترمين. الجيل ده بيخلي باله من الشباب وبيحب الشباب وبيساعدهم وبيقف معاهم وحاجات زي كده فانا بسميهم جيل المحترمين الصراحه. صحيح. كلمنا عن اعمالك بقى يا احمد يعني انت يمكن ليك ام الصابرين وساد قوم 3 في 1 عايزه تكلمني بقى على الاعمال دي كتبتها ازاي؟ هو ام الصابرين هو كان في مشكله فيه انا اصلا يعني ناصري وساعد الاخوان اما مسكوا الحكم فحبوا يعملوا زينب الغزالي يقدموا شخصيه زينب الغزالي فانا كنت رايح اقدم زينب الغزالي زي ما انا ايه قريتها في كتب التاريخ الكتب الموثقه يعني فحصل في صدام حصل بيني وبين مكتب الارشاد ساعتها هم انا طبعا بحكي قصه حياه الداعيه من الجانب الدعوي ماليش دعوه يعني ما كنتش عايز ادخل في الجانب السياسي ما فيش ما هو ده انا مش عايز اخشه اوكي لما اجبروني ان انا اخشه فطبعا قلت رفعت. الحقيقه فلما قلت الحقيقه في الوقت ده بالذات في الوقت اللي هم كانوا ماسكين في الحكم حصلت لي مشاكل كتير وتهددت يعني حياتي الشخصيه للخطر وحاجات كتير والحمد لله ان انا صمت وقلت كلمه حق في وقت هم كانوا ماسكين في الحكم تحددت كل الظروف الصعبه يعني ما عنديش مشكله اهم حاجه اقول الحق اللي انا شايفه من وجهه نظر ان هو حق عليك. خلاص يعني عليك. ده اهم حاجه يعني كان في ناس طبعا معايا كان في ناس بتساعدني من الممثلين اللي هم شايفين ان انا صح في ناس كانوا بيحاولوا يغزلوهم ربنا يسامحهم عموما في الاخر قلت الكلمه بتاعتي زي ما انا كنت عايز اقولها وده الالم اللي هو المفروض الواحد لما يجي يكتب حاجه محدش يملى عليه ضميره يعني يكتب اللي يعني اللي بيمليه عليه ضميره بس يعني. جميل. بس الحمد لله انا في رمضان اللي فات عامل مسلسل ديني اسمه قضاء رمضان ليك حاجات كوميدي كمان ساد كوم صح كده ثلاثة في واحد ده كنت عاملينه بعد الثوره على طول كان اخراج الاستاذ حسن السيد مدحت تيخة ومصطفى هريدي وحسام داغر حاجه لطيفه يعني بتحكي عن اعمى واطرش واخرس يعني اوكي جميل جدا يعني معايا برضو سيناريست اسمه احمد حربي وانا مشارك في الكتابه. طب نتكلم بقى عشان الناس عايزه تتعرف عليكم اكتر من عن قرب يعني احنا معانا تليفونات كتير حتى مش بنوصل يعني عشان الوقت في تليفونات مش بتوصل لنا هنا بس عايزين اللي يتعرفوا عليكم اكتر عن قرب يعني ما سافرتوش ليه في العيد ده اسئله بتطرح بتروحوا فين طب بتتفسحوا في مصر بتروحوا فين الفسح اللي ممكن تروحوها غير طبعا جاتوا لنا هنا اهلا وسهلا
بيكم منورينا كده النهارده من اول اليوم. يعني عايزه اعرف بتقضوا العيد ازاي، بتقضوا حياتكم ازاي؟ لسه طبعا لسه عموما يعني العيد بصي عشان لسه عروسه طبعا بقى. انا عايزه اعرف برضو يعني احمد من يعني من اني نوع من الرجال السهلين ولا الصعبين؟ انطباعك عنه ايه؟ الاكل ازاي؟ الطريقه ازاي؟ الحياه عامله ازاي معاك؟ لا احمد طيب جدا يعني عارفه من مش متعب خالص. لا والله ومش مرهق يعني اي حاجه بتعمليها له خلاص يعني ملوش طلبات يعني فاهمين. كنت عايز تتجوز فنانه يا احمد؟ كان ده في دماغك خالص؟ ما كانش صدفه خالص. ما كانش هو ربنا اللي وضع فيه يعني، هو ربنا النصيب طبعا النصيب. انا ما كانش في دماغي خالص. وانت يا غاده ما كانش في بالك انك هتتجوزي حد من الوسط الفني؟ لا انا بالنسبه لي مش حاطه يعني بصي النصيب ملوش علاقه بقى بيشتغل ايه او من الوسط او غير الوسط او خارج الوسط. هي الكيمياء جت كده جت صدفه. طب في احمد من القاهره عايز يكلمكم. محمد من القاهره، اهلا يا محمد. اهلا صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. كل سنه طيبين وعيد ميلاد عليك يا رب. وانت طيب. ميرسي قوي، شكرا ليك. ليك سؤال؟ بحيي النجوم اللي مع حضرتك. عايز اقول طبعا كل سنه طيبين وعايده يعني فعلا بجد دورك في اكثر من مسلسل كان مميز. كل مسلسل بتعمليه بنشوف يعني شكل متميز جدا من الفن اللي انت بتقدميه، سواء كان في عباس الابيض او في الحاج متولي او في عبوده ماركه مسجله. فاحنا بنحيكي على المجهود اللي انت بتعمليه ودايما كده موفقه يا رب. مرسي، ربنا يخليك يا احمد، ده من ذوقك. وكفايه ان انت فاكر عباس الابيض يعني انت قلت عباس الابيض، ف يعني هو الدور كان صغير فمش كل الناس بتفتكره. فبجد مرسي لذوقك جدا وكل سنه وانت طيب. وعليك طيبه. وبحيي الاستاذ احمد على قضاء وعلماء كان حلو قوي. قضاء عظماء. قضاء عظماء وكان دوره فعلا بجد كان فيه مميز يعني. ف يعني بالتوفيق ليه بقى كسيناريست وكممثل يعني. الله يخليك. شكرا. ويسعد عليك يا رب. شكرا يا محمد. شكرا ليك. كل سنه وانت طيب. هو لفت نظري لحاجه مهمه جدا الحقيقه، التليفون المشاهد ده. عايزه اسال احمد بقى، مركز في التمثيل وان شاء الله ناوي يكون ليك اعمال كتير في التمثيل يعني اعمال دراميه تاخد المشوار ده؟ انا قبل ما كنت ممثل يعني. بس ايه بعدت شويه عن التمثيل لان ليه؟ ايه اللي خلاك تبعد؟ لا يعني انتبهت الشغلانه اللي انا دارسها بقى اللي هي السيناريو والحوار، وبدات حتى اشتغلت في التلفزيون هنا في برنامج اسمه نجم وكاركاتير ده على قناة تلت زمان، كان عبد الله مشرف واخراج خالد فتح الله. وبعد كده عملنا مسلسل مع بعض بعبد الله مشرف ومعاه وفاء مكي وبدانا نشتغل. فكنت مركز اكتر ان انا اكتب وشلت موضوع التمثيل ده من دماغي خالص، انا ما كنتش حاطه في دماغي. فبعد كده كنت اما اقابل اي مخرج بشتغل معاه ونقرا يقول لي ما تمثل، ما تمثل، انا شايفك في الدور ده فعلا. لا انت بتقرا حلو، ما تعمل انت ده. فاقول له لا خليني مش عارف ايه. فبدا بقى في مخرجين يقولوا لي لا احنا عايزينك بقى. فخلاص لازم الخطوه تبقى جديه. بدات امثل بقى حاجات بسيطه بس من خلال اعمالي. خرجت بقى من النقطه دي فبدات اعمل حاجات مش بتاعتي بقى مع سيناريستات صحابي. عمرو البدالي طبعا كان اسد سينا اخراج حسن السيد. عملت فيه دور عواد راجل عرباوي. عملت برضو في قضاء عظماء بقى اشتغلت مع الاستاذ عبد القادر الاطرش. وكان ده بقى يعني حلاوته ان هو لغه عربيه فصحى. وكان الواحد بقى ايه يعني من زمان بقى من ايام المسرح وكده. احنا يعني احنا انا فاكره على فكره ان في كذا عمل فعلا انا شفتك فيه، واتمنى ان انت تركز في التمثيل ولا ايه يا غاده رايك معايا؟ على فكره انت غاده على الترابيزه اخويا معلش اصل الاسم الحقيقه، لكن وقتنا خلاص للاسف انتهى معاكم وانتوا الاثنين. فامنيه اخيره كده تقولوها للمشاهدين بسرعه وتهنئه سريعه للمشاهدين، وعايزه امنيه كل واحد فيكم قبل ما نختم معاكم بسرعه سريعا كده. احمد الاول. كل سنه وهم طيبين وعيد سعيد على مصر وعلى الشعب المصري كله، وان شاء الله نبقى اقوى ونبقى احسن ان شاء الله. والامنيه ان احنا نقدم اعمال فنيه بقى يعني ننهض ببلدنا زي ما كنا زمان.
احنا كنا منارة الفنون في العالم كله، هنفضل ان شاء الله هنفضل زي ما احنا منارة الثقافة والفنون في العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله. عايدة طبعا بقول للأمة العربية كلها والإسلامية كل سنة وهم طيبين، وبتمنى دايما التقدم لمصر والبلدي، ويا رب دايما نفضل في أمان، وربنا يوفقنا ان شاء الله يعني، ونفضل دايما احسن في احسن في احسن يعني. ان شاء الله. انا بشكركم جدا الحقيقه، نورتوني النهارده ببرنامجنا، وان شاء الله تنورونا في حلقات تانية من برنامج البدايه باذن الله. إن شاء الله. بشكركم والف الف مبروك. الله يبارك فيك. مشاهدينا فقراتنا مستمره معاكم على الهواء مباشره في برنامج البدايه، خليكم معنا.